خليني اخد معايا على التليفون سياده النائب احمد الشرقاوي، عضو مجلس امناء الحوار الوطني وطبعا عضو مجلس النواب. اهلا بك يا سياده النائب. اهلا وسهلا استاذ يوسف والزميل العزيز والاعلامي الكبير، واهلا وسهلا للمشاهدين الكرام. اهلا بك يا احمد. احمد، كنت عايز يعني اسمع منك على بالتاكيد، وانت يعني ما ينفعش اقول جيل الشبان في السياسه لان احنا تخطينا مرحله الشباب خلاص، فكل سنه واحنا طيبين، ربنا يهدينا جميعا طول العمر. من باب الاحتكاك السياسي المستمر، وانت ليك تاريخ واضح جدا سياسيا وليك تجربتك البرلمانيه مرتين الحمد لله عقبال الثالثه والرابعه، وبالتالي بتحتك طول الوقت كمان بتنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين ونوابهم وما الى ذلك، بتشوف التجربه دي ازاي خلال الست سنين اللي فاتوا؟ خليني اقول لك ان تنسيق شباب الاحزاب وللحظ يعني ان احنا بنقعد في جنب واحد، يعني احنا هما يسار المنصه، جيراننا في البنش صحيح، لكن كمان اكيد الفكره نفسها فكره لامعه وفكره جيده، ان يكون هناك دفع بمجموعه من الشباب في المسارات السياسية من خلال المجالس النيابية ومن خلال القايمة، أغلب أكيد اللي في التنسيقية أو تقريبا كلهم من خلال القائمة الوطنية اللي كانت متقدمة للانتخابات اللي فاتت. بعتبر إن فكرة التنسيقية نفسها هي الفكرة أو هي البطل في الموضوع أكتر من قصة الأفراد، يعني هو لأن الفكرة بتدور حوالين دعم الشباب إزاي يدخلوا لمسارات العمل السياسي وهم مختلفي المنابع والمصادر والتوجهات والأحزاب السياسية. يعني الفكرة التنسيقية اللي مبنية على أن شباب الأحزاب يضمهم كيان واحد يخوضوا به الانتخابات، وكل من فيهم يعبر عن اتجاهه السياسي من خلال مواقفه في القضايا المختلفه، دي فكره جديده، ان فكره مش معتاده ان يجمع كيان واحد مجموعه متنوعه من النواب ومن السياسيين المختلفي المشارب والتوجهات. صحيح. فبنلاقي في بعض احيان ملاحظه بشوفها ايجابيه ما بشوفهاش سلبيه، ان في الموضوع الواحد اكتر من راي الاكتر من عضو من تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين في القضيه الواحده. ده بيعمل اكيد ثراء في المناقشات وفي الحياه السياسيه. نمره اثنين، ان كلهم من الشباب، دي نقطه ايجابيه جدا. صحيح. نمرة ثلاثة اللي هو طبعا هو لسه ما خدوش الوقت الكبير، التنسية بقى لها ست سنين صح، وده في عمر الكيانات السياسية عمر قصير لسه، ولكن في خلال الست سنين أكيد التنسية ملت مسامع وعيون يعني كل المهتمين بالشأن السياسي في مصر. صحيح 100%. يمكن حتى كنت انا بعلق انه ساعات كتير، اولا التنسيقيه قاعده معانا في ناحيه يسار المنصه، واليسار معروف دائما بانه يعني جانب المعارضه في داخل مجلس النواب، وكنا بنشوف مواقف كتير لنواب التنسيقيه يعارضون وينتقدون الحكومه، وساعات انتقاد كان بيبقى حاد لدرجه ان احنا كنا ساعات نهديهم، يعني يا اما بنروح مسقفين على الكلمه اللي بتتقال او على طلب الاحاطه المقدم او السؤال الى اخره، وده كان لافت للنظر جدا. مظبوط. وهو في عناصر في التنسيقيه كان ادائها اداء راقي ومهم وفعال، وعناصر كتير وفي مواقف كتير، ولكن خلينا نتكلم على التجربه برمتها التنسيقيه، تقدر تقول اللي هي نواه لخلق اجيال من السياسيين والنواب البرلمانيين، هي نواه مهمه ونواه رئيسيه
خلق هذه لخلق اجيال جديده من السياسيين والبرلمانيين في البرلمانات المقبله. صحيح 100%. انا بشكرك جدا 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 سياده النائب احمد الشرقاوي عضو مجلس امناء الحوار الوطني وطبعا عضو مجلس النواب المصري.